كيف توافق الامريكان والايرانيون على دعم الملك وان يكون رجل الدولتين اللتين كانتا متناقضتين على مدى 30 عاما الدولتان كانت متناقضتين اعلاميا وفيما يظهرانه للناس والا فان العلاقات بينهما قديمه وحديثه ايضا وهناك الكثير من الكتاب الغربيين كتبوا عن هذا رساله الماجستير الحلفاء الثلاثه ايران وامريكا واسرائيل فهم حلفاء حقيقه فيما بينهما والخلاف بينهما كان على الموضوع النووي وهذا الموضوع النووي لولا ان اسرائيل تضغط على امريكا بسببه فأمريكا لم تقف هذا الموقف الحاد من ايران، وانت ترى قبل ايام لما اتفقوا على التخفيضات والتخصيب وما الى ذلك، الامور هدأت وكأن شيئا لم يكن، فأمريكا هي تريد ان تكافئ ايران، لان ايران ساعدت امريكا في افغانستان كما تعلم وباعترافاتهم هم رفسنجاني يقول لولانا لما دخلت أمريكا أفغانستان قواتنا الخاصة هي التي دخلت كابل وأبطح نائب الرئيس السابق أو الأسبق خاتمي قال أيضا نحن الذين ساعدنا أمريكا على دخول العراق فإيران ساعدت أمريكا أولا في دخول العراق ثم في حربها على الإرهاب إذ أن إيران فعلت الكثير من أجل أن تئد المقاومة العراقية وتآمرت على المقاومة العراقية وفعلت ما فعلت وخصوصا في 2005 2006 من التآمر على الشعب العراقي لإحداث الفتنة الطائفية والتصفيات على الهوية كانت المخابرات الايرانيه هي تقود الميليشيات التي تربت في احضان ايران بدر وما ادراك ما بدر وغيرها هي التي قامت بهذا الجهد الذي قامت به في سنه 2005 و2006 بمساعده اجنحه من التيار الصدري.